كابتن، لانه الوقت يداهمنا، انا بدي انه توجه نصيحه ايضا تشرح لنا وش الادوات اللي موجوده معنا الان. طبعا اخوي محمد وكذلك اخواني المشاهدين، بعض الاجهزه هي قيمه وجبه قد ياكلها الانسان او يدعو عليها اصدقائه، لكنها قد تفيده في لحظات حاسمة جدا. نعم. أحيانا قد الإنسان يجعل في سيارته أوزان غير مفيدة، ولا يجعل يعني ماء أو علبة فيها ماء قد يحتاجها في يوم من الأيام، حتى لو كان وسط البلد. صحيح. ما هو يعني عنده عطل بسيط. مثل هذا الجهاز، GPS، احنا ما راح نذكر اسم الشركة، لكن معروف هذا الجهاز تحديد مواقع عبر الأقمار الصناعية. هذا له ميزة انه سواء على بطارية السيارة او سواء انه يكون حجر طبيعي اللي هو من التموينات العادية. فإذا كان لا قدر الله السيارة من كثرة التشغيل ولا يهزها بيطلعها من الرملة فضت بطاريتها، فيكون هذا في حجر خارجي يحدد له موقعه. ليش يحدد له موقعه؟ عشان يعرف أقرب مكان ممكن هو بيتجه له، مثلا بيتجه شمال 15 كيلو بيلقى له المكان الفلاني، بيلقى القرية الفلانية. فبمثل هذه الأجهزة، هذا يمكن سعره ما يتعدى 1800 ريال. هذا جهاز لاسلكي، فيه شيء منه جاهز للسيارة وفيه شيء يدوي. قد يصل في الليل في الأماكن المرتفعة إلى 10 كيلو، وقد يكون في الأماكن المنخفضة إلى 3 كيلو 4 كيلو، لكن بإمكانه يحافظ على بطاريته ويصعد إلى مكان مرتفع ثم يبدأ يضعه على الموجة العامة اللي معروفة 144 أصفار. أيضا هذا جوال الثريا عبر الأقمار الصناعية، بس شريحتك الطبيعية العادية ركبها فيه، يتصل على الأقمار الصناعية ويستقبل. ما يحتاج انك حتى لو تستعيره، اذا بتروح ما هو بلازم تشتريه، اذا هو قيمته مثلا 3000 غالي عليك، انت طالعه اكيد واحد من زملائك اللي هو اذا كنت انت لك زملاء. كذلك المصباح الضوئي، هذا لو في الليل انت ماشي تركت السياره ومشيت في الليل ومر طائره مر سياره من بعيد، فانت تحتاج انك ايضا تعطي الاضواء لتنبه. الدربين هو عيون اخرى واضافيه لك، قد ترى اماكن تتجه لها وهي لا تكون حقيقيه، فتبذل جهد في غير محله، لكن عندما تضع النظر. اخيرا عندي الان، وليس اخيرا في المعدات، الخريطه. كل مكان تتجه له خذ خريطه وحدد على مكان انطلاقك والتضاريس. بامكانك تضيع المكان، تفتح الخريطه ستجد في الخريطه هذا جبل، هذا عرق، هذا الارتفاعات محدده بتحديدك لهذه الارتفاعات والمعالم والتضاريس الواضحه، قد تحدد اتجاهك وتنتقل الى المكان الامن.